حضرتك تقول ايه عن المشاركة النهاردة؟ معقولة اهو، معقولة. طب وحضرتك نزلت انتخبت ليه؟ انتخبت عشان لا احدد مصيري وحق مصير البلد اللي مش عايزينهم بره واللي عايزينهم جوه. طب بتقول ايه للناس اللي منزلتش انتخبت؟ اللي بيشتكي ينزل يغير، لكن تشتكي وانت قاعد بيتك لا ما ينفعش، انزل وغير. طب حضرتك رايك ايه في ضعف الانتخابات؟ ايه؟ في ضعف الانتخابات. ضعف الضعف. لا والله ما تقولش ضعف. المصريين ما عندهمش ثقافة الإقبال على الانتخابات، ولا حتى على في النوادي ولا في النقابات. فما لهمش الانتخابات العامة. طب حضرتك تطلب من الناس اللي أنت رشحتهم؟ تطلب إيه من الناس اللي أنت رشحتهم؟ هو مجلس الشعب ما يطلب منه حاجتين، ايه؟ التشريع والرقابة.